أشبه بعاصفة خيرية تلك التي هبت نفحاتها الرمضانية قبيل عيد الفطر المبارك على موائد المخيم الصيفي أنيسة تور في سوق الاثنين. ففي ولاية بجاية برمج أكبر إفطار جماعي التف حول موائد الإفطار، فيه أزيد من 1100 يتيم وأرملة. يروان ندي مكتي واللوزن تلوية على نك دي مكتاني مغبانية ويونس عارة هذه طولار بيق العمر نسن أسنية زيدار بيق الخير نسن. على قدم وساق نذر شباب جمعية الصمام لكافل اليتيم أنفسهم في تقديم أشهى الأطباق وألذ الأكلات لفئة طغى عليها الحرمان، وخير نصيب لهم كسوة العيد. عندنا فرق 1000 كسوة إن شاء الله إيجو جيلين نبقيت الإفطارين خدمة السيين شج أكثر 1100 نيجو جيلين دوسان 11 البلديات نبقيت أكنا دوسان دان سنة اللي ولاية قبران نبقيت لا ولاية نصطيف واحد لا ولاية نلمسيدة نتو تلا جورني لعب ندين لانت الكرماس يا بلوزيور زاتراكسيون لعبن سعدني بال جورني رنان تشان ذي ذيذنا. رئيسة الهلال الأحمر الجزائري من جهة والمسؤول التنفيذي الأول بالولاية من جهة ثانية تقاسم معهم لقمة الإفطار. كل إنسان ينجم يبعث هذه الرسالة كلمة، يعني كلمة طيبة حركة طيبة، وللحضور أيضا نصيبهم في تقييم المبادرة. ضيق السوق الاثنين أسد العاليث الوشو لك فرحان فكناس الحلاوات تشوف ثين الماكلة العالية أدن شكرك وثيرون. C'est une très bonne action, je trouve que c'est un très bon geste et les orphelins. اليد قصيرة والعين بصيرة، مقولة تدرك تماما أن الفضل يعود إلى هذا الشهر الفضيل، لذا وجب تقيد بحديث خير الأنام. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة.